في خان يونس ومعه المزيد من التطورات الميدانية على الأرض. بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، بعد التحية لك بشير. قبل أن نتحدث حول أوامر الإخلاء من المناطق في شمال قطاع غزة، نتحدث حول المستحدث والجديد في الحرب المستمرة على غزة والاستهدافات لأكثر من منطقة وأكثر من مخيم في قطاع غزة. تحية لك حساني، وبالفعل كما تفضلت وتحدثت بأن كل أحياء ومحافظات قطاع غزة تشهد منذ صبيحة هذا اليوم وحتى هذه اللحظة قصف إسرائيلي، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تفارق الأجواء، الطائرات المسيرة كذلك تقوم بإطلاق الرصاص والقنابل والصواريخ باتجاه مجموعات من المواطنين. المدفعية الإسرائيلية تستهدف أيضا كل المنطقة الشرقية لقطاع غزة، بدءا من مدينة رفح جنوبا وصولا إلى بيت حانون شمالا. قبل قليل كان هناك قصفا مدفعيا عنيفا باتجاه منطقة المواصي، وهي المنطقة الغربية لمدينة رفح. سبق هذا القصف المدفعي أيضا قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منزل في تلك المنطقة، منطقة المواصي التي يتحدث الاحتلال الإسرائيلي ويدعي بأن منطقة آمنة. أيضا منطقة الزهور، وهي المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة رفح، أطلقت المسيرات الإسرائيلية صاروخا باتجاه مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء. المحافظة الوسطى ليست بعيدة عن هذا العدوان، القذائف المدفعية تتساقط في شرق المحافظة الوسطى، في شمال هذه المحافظة بالقرب من الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، منطقة جحر الديك والمغراقة ومدينة الزهراء. مدينة غزة كذلك الأطراف الشرقية والجنوبية من هذه المدينة، حيث حي الزيتون وحي الشجاعية تتعرض إلى وابل كثيف من القذائف المدفعية الإسرائيلية وقصف من المسيرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مجموعات من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل. الشمال كما يشهد منذ أسبوع تقريبا عملية عسكرية واسعة، القصف المدفعي لا يتوانى عن السقوط والقذائف المدفعية باتجاه شمال قطاع غزة، تحديدا منطقة جباليا في الشمال، بالإضافة أيضا إلى الغارات الإسرائيلية المكثفة باتجاه جباليا. طبعا هو بشير، هنا الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لشمال قطاع غزة، يعني أن جباليا لا زالت مكتظة بالفلسطينيين الذين يصرون على البقاء في تلك المنطقة ويرفضون الانصياع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازلهم ومناطقهم في شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا إلى جنوب قطاع غزة. ما يحدث في شمال قطاع هو عبارة عن جريمة إبادة ومجزرة حقيقية بحق المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة. حساني، لو تسمعني كنت أتحدث حول أن جيش الاحتلال يصنف مناطق في شمال غزة بالمنطقة بأكملها بأنها منطقة عمليات خطرة، أو أوامر الإخلاء التي تتم، ما الهدف منها؟ لو تسمعني يعني بشير، كنت أتحدث حول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصنف مناطق شمال قطاع غزة بأنها منطقة قتال خطرة، ويحاول أن يوسع من دائرة الاستهدافات في هذه المنطقة. في نفس الوقت أيضا يصدر باستمرار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء شمال قطاع غزة في كل لحظة، وخاصة في عدة مناطق، مثلا في جباليا في الصفطاوي بشمال قطاع غزة. لو تسمعني بشير، ماذا عن هذه الأوامر للإخلاء، ولماذا تتم في هذا التوقيت، وبأي غرض؟ بشير طبعا لا يسمع في هذه اللحظات، لأننا كنا نتحدث حول الاستهدافات المستمرة من قبل جيش الاحتلال. تسمعني الآن بشير، ونتحدث عن أوامر الإخلاء المستمرة من قبل جيش الاحتلال للسكان في شمال قطاع غزة، لأنه يعتبر أن شمال قطاع غزة هي منطقة عمليات عسكرية خطرة. هذا التوقيت لماذا، والهدف منه في هذا الإخلاء؟
يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول إفراغ شمال قطاع غزة من سكانه والضغط بأن ينزحوا باتجاه المناطق الجنوبية لقطاع غزة ضمن هذه العملية العسكرية، وهذا ما بدا واضحا من خلال القصف العنيف والمتكرر باتجاه شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع المناطق المطالب بإخلائها والتي شملت معظم محافظة شمال قطاع غزة، بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وأجزاء من مدينة غزة، جميعها ضمن إطار هذه المنطقة المهددة والمطالب سكانها بضرورة إخلائها إلى المناطق الجنوبية. هذا يضاف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حدد طريقا ادعى بأنه طريقا آمنا يربط شمال قطاع غزة بالمنطقة الجنوبية، طالب السكان بالخروج من الشمال باتجاه المناطق الجنوبية عبر هذا الممر، إلا أن هذا الممر أيضا يتعرض إلى وابل كثيف من القذائف المدفعية وإطلاق النيران المستمر من المسيرات ومن المروحيات الإسرائيلية، أي بما يعنى بأن كل مناطق وأحياء قطاع غزة حتى الممرات التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة هي ليست كذلك. الخطير بالأمر حساني أيضا بأن ليس فقط على صعيد الإخلاء والمطالبات بإخلاء المناطق الآمنة المناطق في شمال قطاع غزة، إنما على صعيد الأوضاع الإنسانية في الشمال، الأوضاع الإنسانية منهارة تماما، لا يوجد أي مياه صالحة للشرب في المياه، حتى مصادر المياه في شمال قطاع غزة استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، المؤسسات الصحية ومن بينها أيضا المؤسسات الدولية المعنية بالغذاء تأكدت بأن الأوضاع في شمال قطاع غزة كارثية، لا يوجد أي مخابز تعمل في الشمال، كل من يتحرك في الشمال هو ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال يسعى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين المتواجدين في شمال قطاع غزة. الاستهدافات لا تطال فقط المدنيين والمواطنين الذين يسقطون باستمرار بعدد كبير بالألاف بين الشهداء والجرحى والمصابين، لكن أيضا يطال حتى سيارات الإسعاف التي نرى خلفك سيارة إسعاف في محيط هذا المستشفى طبعا تنقل المصابين والجرحى، مما أدى إلى قلة عدد سيارات الإسعاف. ما الصعوبة هنا التي يقوم بها رجال الإسعاف وحتى رجال الدفاع المدني في انتشال أنقاض الشهداء أو جثث الشهداء وأيضا في نقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات، وكيف يتم نقلهم؟ يعني الحقيقة بأن هناك العشرات من جثامين الشهداء لا زالت ملقى في شوارع جباليا في شمال قطاع غزة، سيارات الإسعاف والطواقم الإغاثية لا تستطيع الوصول إليهم وانتشالهم في ظل الكثافة النارية من الطائرات الحربية الإسرائيلية والاستهداف المباشر لهذه السيارات الإغاثية التي تعمل لخدمة المواطنين الفلسطينيين ولنقل المدنيين والمصابين الجرحى من الأماكن المستهدفة إلى المستشفى. النقص الحاد في الوقود أيضا أثر على قدرة هذه السيارات في العمل والتنقل في شمال قطاع غزة، وهو ما أجبر على وقف أكثر من 12 سيارة إسعاف كانت تعمل في شمال قطاع غزة عن العمل بسبب يعني النقص الحاد في الوقود. كذلك الحال هو فيما يتعلق بالمستشفيات في شمال قطاع غزة، هنا نتحدث عن مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان ومستشفى اليمن السعيد، وجميعها مستشفيات تقع في شمال قطاع غزة هي تجاهد وتعاني حقيقة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحى نتيجة للحصار المشدد المفروض على شمال قطاع غزة، حيث لا يصلها أي نوع من أنواع الإمدادات من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية، الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية ودعم تلك المباني والمستشفيات بالكهرباء، وبالتالي تأثر قدرة هذه المستشفيات على القيام بواجباتها. كل هذا الضغط الإسرائيلي سواء على الطواقم الإغاثية التي تعمل في الميدان، سواء على المستشفيات، سواء على المدنيين الذين يسكنون في شمال قطاع غزة، هو لإجبارهم على النزوح من الشمال والتوجه إلى مناطق أخرى في داخل قطاع غزة، الأمر الذي يصر على رفضه الفلسطينيون في الشمال ويصرون على البقاء في أراضيهم وفي منازلهم. تفاصيل التطورات الميدانية على الأرض في قطاع غزة كنت معنا فيه من خان يونس مباشرة. بشير جبر أشكرك شكرا جزيلا.